أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر، مرحبا بكم. النهاردة معادنا مع الدرس الثالث في الجهاز الهرموني اللي هي الغدة النخامية والغدد الأخرى الموجودة داخل الجهاز الهرموني. طبعا أنا هبدأ الأول بالغدة النخامية، واتفقنا إن هي أقرب الأجزاء المتصلة به تحت المهاد ويؤثر عليها بشكل مباشر للتأثير في الغدد الأخرى الموجودة في الجسم. فخلينا كده نبدأ أول حاجة بتحديد موقع الغدة النخامية. طبعا تقع أسفل قاعدة الدماغ، متصلة تماما بتحت المهاد. حجمها طبعا حجمها صغير جدا، يقارب حجم حبة الحمص، حيث يبلغ قطرها 1 سنتيمتر ووزنها 0.5 جرام تقريبا. طبعا لها مسمى تاني غير الغدة النخامية اللي هي الغدة القائد، وتعرف بذلك الاسم، يعني سميت بالغدة القائد لأنها تتحكم في نشاط الجسم كله من خلال تحكمها في الغدد الأخرى. طيب لما اجي اتكلم بقى عن تركيب ايه الغدة النخامية. طبعا الغدة النخامية لما اجي اتكلم عن تركيبها هي عبارة عن 3 فصوص، فص امامي واوسط وخلفي. الفص الامامي والخلفي هم اللي معروف لهم دور او وظيفة داخل الانسان، اما الفص الاوسط ليس له دور في الانسان لكن بيظهر له دور في بعض الكائنات الاخرى زي الحيوانات. فاحنا اللي هيهمنا نتكلم عنهم اكتر هو الفص الامامي والفص الخلفي. طبعا الفص الامامي والفص الخلفي يختلفان تماما عن بعض من حيث الحجم، التركيب، الوظيفة. فخلينا نشوف الحجم الاول. طبعا هلاحظ ان الفص الامامي اكبر حجما من الفص الخلفي. بالنسبة للتركيب فهلاحظ ان الفص الامامي يتكون من خلايا غدية، وهذا يعني ان لديه قدرة على تكوين الهرمون وافرازه، بينما الفص الخلفي بيتركب عندي من خلايا عصبية إفرازية، أو اللي هي امتدادات من الخلايا العصبية القادمة من تحت المهاد. بالنسبة للوظيفة طبعا الفص الأمامي هيكون له القدرة زي ما قلنا على التكوين والإفراز وأحيانا التخزين، أما الفص الخلفي فقط تخزين وإفراز. هنا هنشوف إفراز كل من الفصوص المكونة للغدة النخامية. طبعا في الفص الأمامي أنا هشوف كم هائل جدا من الهرمونات اللي بتطلقها الفص الأمامي، أهمها طبعا أو على قمة القائمة اللي هو هرمون النمو. في كمان هرمون الحليب اللي هو البرولاكتين، في المنبه للحيصلة اللي هو ال FSH، في الهرمون اللوتيني ال LH، في المنبه للدرقية ال TSH، في هرمون موجه لإفراز الميلانين. الهرمون دوت بيطلق من الفص الأمامي زي ما اتفقنا في الإنسان، ولكن في بعض الحيوانات أنا هشوف الهرمون ده بيطلق من الفص الأوسط. أما الفص الخلفي فإحنا اتفقنا إن هو هرمونين اتنين فقط، وهرمونات تطلق عليها هرمونات عصبية. ولما أجي أقول علل ليه بسميها هرمونات عصبية، لأن بداية تكوينها بيكون قادم من تحت المهاد، فقط تخزن في الفص الخلفي للنخامية اللي هو هرمون مضاد لإضرار البول أو الـ ADH، وده يزيد من نفاذية الأنبوب البولي للمية. أما الهرمون التاني اللي هو بيعتبر هرمون الولادة أو المنبه لعضلات الرحم للانقباض بقوة اللي هو بيسميه الأوكسيتوسين. كده انتهينا من الغدة النخامية. هنتطرق للغدة رقم 2 اللي هي غدة توجد في منطقة العنق، عند منطقة القصبة الهوائية أو محيط القصبة الهوائية تقريبا، مكونة من 3 فصوص اللي هي بسميها الغدة الدرقية. طبعا الغدة الدرقية بتشبه تقريبا حرف ال H، عبارة عن فص أيمن وأيسر وبينهم الفص الثالث أو بسميه الجسر اللي بيربط بين الفصين. الغدة الدرقية طبعا من الغدد الهامة جدا في الجسم، لديها قدرة على إطلاق هرمونين مهمين جدا. الأول اللي هو بسميه الثيروكسين، وهرمون الثيروكسين ده بيتحكم في معدلات الاستقلاب الخلوي اللي موجودة داخل الخلايا، بمعنى إذا زاد إفرازه بتبدأ ترتفع نسبة الطاقة داخل الجسم نتيجة معدل نشاط الاستقلاب الخلوي إنه بيرتفع. هرمون الثيروكسين بيتكون عندي من جزئين، عنصر اليود وحمض أميني بسميه التيروسين.
الهرمون التاني اللي هو بسميه الكالسيتونين، وطبعا هرمون الكالسيتونين له دور في معدل او التحكم في معدل الكالسيوم عن طريق خفض نسبة الكالسيوم في الدم اذا لوحظ ارتفاع نسبة الكالسيوم، لان احنا طبعا عارفين ان الكالسيوم من العناصر المهمة، ولكن ارتفاعها بيؤذي او بيضر الجهاز البولي لانه بيتسبب في تكوين حصوات داخل الكلى. طبعا بيحصل احيانا خلل في الغدة الدرقية اما بزيادة افرازها او نقص افرازها، فبيظهر عندي حالتين مرضيتين، اذا زاد افراز الغدة الدرقية فانا بسميه في الحالة دي فرط درقي، اذا انخفض افراز الغدة الدرقية فبيعرف بحالة الخمول او قصور الغدة الدرقية، واحيانا يتبع القصور تضخم في الغدة الدرقية يعني ظهور تضخم في منطقة العنق. خلينا نشوف الاول الاعراض الناتجه من زياده نشاط الغده الدرقيه. طبعا المفروض ان انت عارفه ان الثيروكسين كهرمون بتطلق الدرقيه بيتحكم في معدلات الاستقلاب الخلوي، ولما يزيد افرازه تزيد مع الطاقه، وبالتالي خلاص انت فاهمه ان انا لما يزيد افراز او نشاط الدرقيه معناه زياده افراز الثيروكسين معناه ارتفاع الطاقه في الجسم لزياده نشاط الاستقلاب الخلوي، يعني لما هترتفع درجه الحراره من الاعراض ده نتيجة ارتفاع الطاقة، وطبعا هتزيد معاها معدلات ضربات القلب، ولما يزيد معدل ضربات القلب معناها ان الدم يضخ بقوة ويرتفع معاها ضغط الدم، بيزيد الاستقلاب الخلوي داخل الجسم مما يؤدي الى عدم القدرة على او الاستفادة بالمادة الغذائية، ما بتترسبش داخل الجسم، فبالتالي انا بلاحظ ان المصاب بحالة الفرط الدرقي دايما بيعاني انخفاض من الوزن نتيجة زي ما احنا قلنا بسرعة عمليات الحرق اللي بتحصل داخل الجسم بتكون معدلاتها سريعة. لما انتقل للنقطة التانية اللي هي معدلات انخفاض افراز الثيروكسين او ما تعرف بحالة القصور او خمول الدرقية، طبعا انت ما عندكيش استقلاب خلوي سريع، معدله منخفض تماما، وبالتالي درجة الحرارة او الطاقة اللي بتنتج داخل الجسم منخفضة، فبيبدأ المريض كمان يعاني انخفاض في نبض القلب، ضغط الدم كمان هيبدأ ينخفض لان القلب نبضاته ضعيفة. هنا انا هبدأ الاحظ انه مفيش تأثير على المواد الغذائية، مفيش ليها عمليات حرق زي ما بنقول، وبالتالي عمالة تترسب داخل الجسم، فالاحظ زيادة في الوزن زي ما احنا قلنا انه احيانا بتتبعها حالة تورم درقي. انتبه معايا، إذا حدث خلل في الغدة الدرقية بعد سن البلوغ بتبدأ تظهر عندك الحالتين اللي اتكلمنا عليهم، إما تورم درقي أو خمول درقي، ولكن إذا بدأ عندي المشكلة من سن الطفولة فبتبدأ تظهر حالة تانية جديدة خالص بسميها القمائة، وبالتالي حاليا بيبدأوا يعملوا لي حديث الولادة كلهم تحليل للغدة الدرقية للاطمئنان على نسبة الثيروكسين أو معدلات إنتاج هرمون الثيروكسين. القمائة طبعا دي بتحدث للأطفال فقط نتيجة انخفاض عنصر اليود اللي بيدخل كتركيب في هرمون الثيروكسين. طبعا نقص الهرمون دوت بيبدأ يؤدي إلى نقص في النمو الطبيعي لداخل الجسم بالنسبة لجهازين مهمين جدا اللي هو الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي، وبالتالي حالة القمائة هي حالة ضمور في الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي. طبعا بيتبعها حالتين، حالة تخلف عقلي نتيجة ضمور الخلايا العصبية، وحالة تقزم نتيجة ضمور في الجهاز الهيكلي. طبعا احنا ممكن نتفادى الحالة دي لو اكتشفناها من بدايتها عن طريق إضافة عنصر اليود في الطعام من خلال اللي هو ملح الطعام. طبعا من أكثر عوارضها أو من العوارض اللي ممكن ألاحظها على المريض اللي هي كثرة النوم والضعف العقلي، يعني بينام كتير وتركيزه وانتباهه أو استيعابه العقلي منخفض تماما. طبعا هنا هنبدأ ندخل على المجموعة التانية اللي هي غدد جرات الدرقية، ودي أربع أجسام غدية صغيرة الحجم موقعها بتقع على السطح الخلفي للغدة النخامية، وطبعا الاتنين إفرازاتهم ليس لها تأثير كل منهما على الأخرى، يعني ما لهمش علاقة ببعض.
طبعا بيطلق جارات الدرقية هرمون مهم جدا بسميه هرمون الباراثويد. الهرمون دوت لديه تأثير مهم جدا. في البداية لازم نتكلم عنه ان هو التأثير في معدل نسبة الكالسيوم في الدم عن طريق ان هو بيزيد نسبة الكالسيوم في الدم. اذا في هنا نقطة، انا خدت من شوية ان الدرقية عندها الكالسيتونين يخفض نسبة الكالسيوم في الدم، الباراثويد من جارات الدرقية بيرفع نسبة الكالسيوم في الدم. يعني ممكن نحط هنا سؤال، فسري كيف تعمل الدرقية وجارات الدرقية على ضبط معدلات الكالسيوم في الدم. السؤال الثاني، كيف يقوم الباراثويد كهرمون برفع نسبة الكالسيوم في الدم؟ طبعا لديه 3 مسارات او 3 طرق لرفع نسبة الكالسيوم في الدم، طبعا من الجهاز الهضمي او من الجهاز الاخراجي، واخيرا طبعا اطلاق المخزون الموجود في العظام. طيب ده اول وظيفة اللي هي يزيد من نسبة الكالسيوم في الدم، وقلنا عن طريق 3 مسارات. هل لديه وظيفة اخرى؟ اه طبعا، يعزز الوظيفة العصبية والعضلية، لان المفروض انت واخدة في المشتبكات العصبية انا بحتاج الكالسيوم، وكمان في الانقباض العضلي انا بحتاج ايونات الكالسيوم. اذا هو مهم جدا لاستكمال عمل الجهاز العصبي والعضلي. طبعا دلوقتي جه دورنا مع الغدة الكظرية، وطبعا الغدة الكظرية بتعرف ايضا بالغدة فوق الكلوية، يعني بتقع على الكلية. بما ان الجسم فيه كليتين، يعني لدينا غدتين كظريتين. طبعا لما اجي اوصف شكل الغدة بقول هي غدة او جسم دهني هرمي. الشكل بيقع اعلى الكلية، عبارة عن جزئين، جزء يعرف به منطقة القشرة وده الجزء الخارجي، والجزء الآخر الداخلي اللي هو بسميه منطقة النخاع. وطبعا كل منهما لديه دور في إطلاق مجموعة منفصلة من الهرمونات. طبعا منطقة القشرة بتعد هي المساحة الأكبر من الغدة الكظرية، بتمثل حوالي 80% من الغدة الكظرية، من حيث كمان أيضا إنتاج هرموناتها، لأنها بتنتج كم هائل من الهرمونات، بتصل ل 24 هرمون تسمى معا كورتيجو ستروئيدات، مجموعة الهرمونات اللي بتطلق قشرة الكظرية. تفرز أيضا هرمون بسميه الأولدسترون، والهرمون ده بينظم عندي امتصاص أيونات الصوديوم، والكورتيزول اللي هو بيعمل على تنظيم معدلات أيض الكربوهيدرات. بالنسبة لي هرمونات منطقة النخاع، أنا عندي هرمونين مهمين جدا، الإيبونيفرين أو النور إيبونيفرين، أو ممكن أسميهم الأدرينالين والنور أدرينالين. الاثنين دول لديهم عمل مهم جدا في الجهاز العصبي السمبثاوي عن طريق تأهيل الجسم لمواجهة الأخطار أو الحالات الإجهاد أو الهرب. دي كلها من أعمال هرمون الأدرينالين والنور أدرينالين، وطبعا يعد الأدرينالين أقوى في تأثيره من النور أدرينالين. طبعا من تأثيرات هرمون الأدرينالين عندما يطلق في الجسم اللي هي زي تسع حدقة العين، زيادة تدفق غاز الأكسجين لداخل الجسم اللي هي عملية الشهيق والزفير بشكل سريع، اطلاق كميات عالية من السكر داخل الجسم عن طريق تحفيز خلايا الكبد لتحويل الجلايكوجين لجلوكوز في الدم، وذلك زي ما احنا قلنا للقدرة على مواجهة المواقف. هنتكلم دلوقتي عن الغدة اللي هي بتطلق عليها غدة مختلطة أو البنكرياس. وزي ما أنا قلت لك البنكرياس غدة مهمة جدا، بتيجي في الامتحان بشكل دائم. طبعا أول حاجة لازم أحدد مكانها أين تقع. تقع على امتداد الجانب الأيمن خلف منطقة المعدة، وهي غدة مفردة، يعني هي واحدة بس اللي موجودة عندي في الجسم، ويطلق عليها أنها مختلطة العمل والتفانى، لأن لديها دوران، دور في الجهاز الهضمي عن طريق إفراز مادة بيكربونات الصوديوم، ودور في الجهاز الهرموني عن طريق جزء منها يمثل غدد صماء تعرف بجزر لانجرهانز، تطلق هرمونات الجلوكاجون والأنسولين زي ما هنشوف.
طبعا احنا قلنا ان مناطق محددة في البنكرياس هي اللي بتطلق الهرمونات اللي هي بسميها جزر لانجرهانس، وجزر لانجرهانس مقسمة عندي لمجموعتين اللي هي الفا وبيتا. الفا بتطلق هرمون الجلوكاجون وبيتا بتطلق هرمون الانسولين. فخلينا نشوف كيفية تنظيم نسبة السكر في الدم من خلال افرازات البنكرياس. احنا هنبدأ طبعا بالمربع اللي لونه احمر اللي هي التوازن في مستوى نسبة السكر في الدم، وهبدأ اتحرك اذا حصل عندي ارتفاع او حصل عندي انخفاض. فانا هبدأ الاول بالانخفاض. اذا حصل عندي انخفاض في مستويات الدم اللي هو الجزء السفلي من المخطط، ايه اللي هيحصل؟ هتبدأ هنا جزر لانجرهانز وبالتحديد مناطق بيت ألفا بإطلاق هرمون الكلوكاجون. الهرمون ده بينبه خلايا الكبد بتحويل مخزونها من الجلايكوجين إلى جلوكوز في الدم، وبالتالي بيرتفع معدل السكر في الدم. نطلع بقى ننطلق للجزء العلوي من المخطط. افرض انه ارتفع مستوى السكر في الدم، يبقى احنا عارفين مين اللي بينزله على طول، اللي هو هرمون الانسولين. وهرمون الانسولين ده بيطلق من خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس، وبيعمل على تحويل الجلوكوز الى الجلايكوجين المخزن داخل الكبد، او ان العضلات تبدأ تستخدمه، وبالتالي بيؤدي الى انخفاض معدلات السكر في الدم. اخر مجموعة عندي من الغدد، ودي هندرسها بالتفصيل ان شاء الله في باب التكاثر، اللي هي بسميها الغدد التناسلية، وهي زي ما احنا قلنا بتختلف ما بين الذكر والانثى في المسمى، لكن وظيفتها بشكل عام هي انتاج الهرمونات الجنسية لكل من الذكر والانثى، وانتاج الامشاج سواء المؤنثة او المذكرة. اذا كنت بتكلم عن الانثى فلديها المبيضان، في الذكر الخصيتان. كده خلصت حصتنا النهاردة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.